بالعياده. صار فتره من الزمن استخدم الاسبرين لان عندي ارتفاع بالضغط، فالدكتور وصف لي اياه وصار لي فتره استخدمه وما قطعت، لا قبل الاصابه ولا بعد الاصابه. وبالنسبه للابره تحت الجلد المميع ما مستخدمتها الحمد لله والشكر، وصارت بي اصابه، الاصابه ما كانت كلش قويه بس ان الشم والذوق قطع يوم واحد بس، وراها الدورة شوية صارت عندي قحة خفيفة وسخونة يومين أو ثلاثة أيام وراحت من عندي الحمد لله والشكر. بس انتقلت من وراي عائلتي هماتين نفس الحالة، بالنسبة لزوجتي هماتين نفس الحالة كانت خفيفة عندهم، بس بالنسبة للأطفال لا، الأطفال شوية كانت قوية عندهم لأن أطفال الصغار هم كانوا. بالنسبة للأسبرين، استخداماته كثيرة، مو يعني مو إلا بس بالكورونا. الكورونا فشي مؤقت وإن شاء الله يزول بإذن الله، بس يعني اللي عنده ضغط، اللي عنده أمراض بالقلب، اللي عنده مشاكل يستخدمون، هواي ناس تستخدم الأسبرين. الأسبرين هو علاج انصنع بالبداية على مود الآلام كمسكن آلام، بعدين شافوا بيه آثار أنه يمنع التجلطات القلبية، فبدأ يستخدمونه حتى يمنع التجلطات القلبية وحماية للقلب. الأسبرين يعني حسب ما جاي أشوف حاليا وحسب الدراسات اللي موجودة حاليا ما له علاقة بمرض كوفيد 19، الفيروس المستضد 19 ما له أي علاقة به. أنا صارت عندي إصابة الحمد لله كانت طفيفة نوعا ما، واستخدمت بعض العلاجات اللي وصفوا ليها الأطباء المختصين الموجودين بمحافظة نجف الأشرف، اللي هي كانت يعني كانتيبايتيك. الحمد لله ما كان عندي ارتفاع بالخثرة اللي هو عن طريق الدي دايمر اكتشفوه، ولا كان عندي ارتفاع عالي بالالتهابات عن طريق التحاليل المختبرية، والحمد لله رب العالمين كانت إصابات خفيفة. أيضا الأشخاص اللي كانت عندي علاقة بهم وأعرفهم ماكو أحد من الأطباء شفته استخدم الأسبرين، أيضا يستخدمون طبعا غير مانعات للتجلط أو للتخثرات غير أدوية موجودة. أنا ما مصاب ويعني ما أعرف بالنسبة لقرايبي ماكو أحد انصاب استخدم أسبرين. الأسبرين هو استخدام العلمي كأنه أنتي بليتلت يعني كمسيل للدم، ومرات تستخدمه كخافض حرارة، بس يعني هذا كان استخدام قديم يعني، فهسه حاليا قليل كلش. بالنسبة للأسبرين يعني استخدم كمضاد للالتهابات، قبل كان يستخدم يعني كخافض للحرارة أو يعني كأنتي بليتليت، يعني مضاد خلينا نقول يستخدم بالسيولة مال الدم للأشخاص اللي يعانون يعني من خلينا نقول زوجة بالدم أو هيك شيء. أنا بالنسبة لي ما أصابت كورونا، لكن يعني والدي كان يعني شاكين بأنه هو مصاب، لأن الأعراض اللي ظهرت عنده يعني هي الأعراض المتعارف عليها بالنسبة للكورونا،